اليوم كنت عم فكر انه شو تعلمت البشريه كلها من محنه كورونا. هل تعلمنا انه العيله اللي انحشرنا معها هي السند والملاذ وهي الوطن الصغير اللي بيحتوينا وبيوقف معنا وقت اللي بغيب الصديق والعزوه والزميل والجيره وحتى بقيه الاهل؟ هل تعلمنا انه كل شيء غير مهم امام الصحه وامام الامان اللي بيجي قبل الحب وقبل المال وقبل الشهره والسلطه والفشخره والمظاهر والانجازات؟ هل تعلمنا انه كل شيء تافه امام راحه البال اللي ما ممكن نشتريها بفلوس الدنيا كلها؟ نعم، راحه البال والامان قبل كل شيء، والحمد لله انه نحن مؤمنين لهيك دائما اماننا بالله، الله اللي ما بيرد ايد ارتفعت له بالدعاء، وان شاء الله ما راح يردنا خايبين بل مرتاحين ومطمنين، ومن الوباء راح نخرج سالمين بس مختلفين.